السلام عليكم. قبل أيام نزلت لكم حوالي 4 فيديوهات تحدثت فيها عن تنبؤات شاعر اليمن العظيم عبد الله البرتوني رحمه الله، والتي دائما ما نجدها في أكثر قصائده في عبارات شعرية مرمزة تصف ما نعاصره اليوم من عدوان على بلادنا وحصار وهدنة ومعاناة إنسانية وإلى غير ذلك من أحداث ووقائع يكتظ بها المشهد السياسي والعسكري في اليمن بكل حذافيره، يعني أحداث ترد بتفصيل دقيق جدا لدرجة أنها تبهر القارئ بشعر هذا الشاعر العملاق والنادر رحمه الله. طبعا وبعد مضي 8 سنوات من عمر العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، أعتقد أن قد كل شيء واضح والحقيقة واضحة للكل كالشمس في كبد السماء، والذي سينكر هذه الحقيقة فهو إما جاهل حاقد وإما مرتزق جبان، لأنه لم يعد هناك مجال للمزايدة أو الإعراض عن التسليم بحقيقة أن السعودية والإمارات ما هما إلا أداتان أمريكيتان استخدمتا وما زالتا تستخدم لإخضاع اليمن وتركيع وتجويع اليمنيين. وبالتالي فإن ما ورد في قصائد البرتوني عن أعداء اليمن الذين كانوا حاضرين في زمن البرتوني إلى يومنا هذا، يعني أعداءنا من زمن البرتوني وما قبل زمن البرتوني وحتى يومنا هذا، وعن هزيمتهم التي بدأت تتجلى واقعا على الساحة لا يمكن إسقاطه إلا على أمريكا وأدواتها السعودية والإمارات ومرتزقتهما الذين يعملون لحساباتهم الخاصة وليس لحساب اليمن كما يدعون. وبالتالي فمن يقوم بإسقاط تلك القصائد على الحوثيين فهو مخطئ تماما ومش عايش. إذا كان البرتوني نفسه بيقول إنما هل يرى التفاهات حي تلتقي أحدث الخطورات قربه، هل ترى من هناك غزوا يقوي قبضتيه يحد مليون حربه. يعني البرتوني بيأكد لكم أن هناك غزوا على اليمن، والغزو يأتي من الخارج وليس من الداخل كما هو معروف. غزو من أين يجيك الغزو؟ يجي من داخل، من خارج البلاد. وبالتالي فالعدو هنا ليس داخليا وإنما عدوا خارجيا. أيضا بالله عليكم، من هو الذي قصف معظم مدن اليمن؟ من هو الذي قصف معظم مدن اليمن وارتكب أفظع المجازر بحق المدنيين وتسبب بمقتل مئات الآلاف طيلة 8 أعوام من العدوان والحصار؟ هل هو الحوثي أم تحالف العدوان؟ من الذي أصبح يحتل مناطق يمنية بعيدة تماما عن الصراع والحوثي غير موجود فيها ولا يمكن أن يتواجد فيها نهائيا؟ من الذي يقوم بنهب النفط اليمني كل يوم ويضخ إيراداتها للبنك الأهلي السعودي بينما هناك مئات الآلاف من الموظفين الذين لم يجدوا رواتبهم؟ هل هو التحالف أم الحوثي؟ أشياء كثيرة يمكن أن نستخلص منها الحقيقة، يمكن أن نستخلص منها الحقيقة بكل سهولة. طبعا البرتوني وقبل 47 سنة أخبرنا عن هذا العدو في قصيدته العجيبة في وجه الغزوة الثالثة التي كتبها عام 1975، والتي سأقرأ لكم بعضا من أبياتها كشاهد على صدق ما قلته لكم، مع وعد مني بعمل فيديو خاص بهذه القصيدة أقوم بشرحها لكم شرحا مفصلا. يقول البرتوني: إنما هل يرى التفاهات حي، يعني إنسان حي، تلتقي أحدث الخطورات قربه.
هل ترى من هناك غزوا يقوي قبضتيه يحث مليون حربه أنت من موطن يريد ينادي من دم القلب للمهمات شعبه خصمنا اليوم غيره الأمس طبعا البراكين أمركت شيخ ضبه هنا يكشف البلتوني هوية عدو اليمنيين اليوم وسبب العدوان الذي يشن عليهم مؤكدا أن العدو هما أمريكا وأدواتها السعودية والإمارات وأما سبب العدوان فيقول لنا البلتوني أو فيخبرنا البلتوني بأنه النفط النفط هو سبب العدوان إضافة إلى أشياء أخرى منها النفوذ والموقع الحساس لليمن والمنافذ الملاحية البحرية التي يتحكم فيها اليمن وأخيرا وكما وعدتكم كونوا على موعد مع الفيديو الجديد الذي سوف أشرح لكم فيه قصيدة في وجه الغزوة الثالثة ولماذا سماها البردوني بهذا الاسم فكونوا على الموعد ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والذي معارض لكلامي أو مؤيد له لا يبخل عليها بالمشاركة والتعليق على الفيديو لتعم الفائدة ونزيل اللبس إن كان هناك ثمة لبس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.